طيب خلينا نشوف ترند الاهلي واخر الاخبار وازاي الناس بتتكلم من الصفحات الرسميه المختلفه عن مباراه اليوم. يلا كوره. حسام على تويتر بيتكلم على تشكيل الاهلي المتوقع، حسام حسن يقود الهجوم امام بيراميدز. وصراحه الواحد سعيد بمستوى حسام حسن لان هو كان في مرحله وفتره كانت صعبه جدا بالنسبه له، فتره عدم ثقه موسيماني في قدراته، وكمان كان بينزل اخر دقيقتين ثلاثه فالراجل يعني كان محطم نفسيا، لكن قدر سوارش ان هو يعني يخلينا نحس شويه بحسام حسن اللي تم التعاقد معاه في بدايه الموسم. نتمنى له المزيد من التوفيق وان شاء الله باذن الله يهدف كمان، هتفرق معاه اكتر واكتر. طيب التشكيل ايه المتوقع من يلا كوره؟ قال لك محمد الشناوي في حراسه المرمى، ايمن اشرف، محمد عبد المنعم في الدفاع، علي معلول وكريم فؤاد، وفي نص الملعب عمرو السوليه، حمدي فتحي، صلاح، محسن قفشه، احمد عبد القادر، وحسام حسن. خلينا كمان ناخد كوره 11 على تويتر، بيقولوا فتحي ام اليو ديانج، ثنائي خط الوسط صداع في راس سواريش قبل المواجهه المنتظره بين الاهلي وبيراميدز في الدوري المصري، ودي حاجه مهمه جدا وكويسه جدا ان يكون في يعني حيره عند المدرب يلعب بيمين ولا بيمين بالتحديد في اهم مركز في الملعب وهو مركز الوسط. فانت عندك ثلاثه من يعني من افضل ما يكون، يعني حمدي فتحي والسوليه واليو ديانج. السوليه اساسي والاثنين التانيين والله برضو اساسيين، لكن عندهم نفس السمات، فاكيد الراجل طبقا لاسلوب لعبه بيختار واحد فيهم. مؤخرا او المباراه اللي فاتت مثلا كان حمدي فتحي، من الوارد النهارده تلاقي ديانج على حسب احتياجات المدير الفني في كل مباراه، وارد تلاقي حمدي مكمل، بس دي حاجه تحسب لفرقه النادي الاهلي ان انت عندك عناصر كتير جدا المدرب محتار ما بينها يعني، وهي في نفس الوقت بصراحه ميزه لان الثلاثه دول مجهدين جدا، فانك واحد يبقى بديل من الثلاثه، ان هم كانوا بيلعبوا هم الثلاثه اساسيين لما كان بيلعب موسيماني مثلا 3 4 3 فحمدي كان بيبقى ورا، ساعات بيلعب 3 في نص الملعب كان 3 بيبقوا موجودين، فانت بتدي راحه لواحد فيهم تقدر تحتاجه في مباريات لاحقه، فدي جزئيه مهمه. الوطن الرياضي بيتكلموا على ان في محاضره من سواريش للاعبي الاهلي وجلسه خاصه مع الشناوي قبل مواجهه بيراميدز. يعني اكيد بيبقى في جلسات من خلال المدرب مع بعض اللاعبين، تعليمات في الجانب الفني، طلبات منه في اتجاه اللاعبين يطلب منهم ان هم ينفذوها، مهام معينه سواء هجوميه او دفاعيه، ممكن جلسه يعني او جلسه في محاوله اعاده الثقه اللي ابتدت ترجع للشناوي، او ممكن يكون لسه فيه يعني بعض الجوانب شويه اللي محتاجه تتظبط للشناوي، بس هو كده كده حارس كبير وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده مرارا وتكرارا هيرجع، يعني هيرجع احسن كمان من المستوي اللي احنا عرفناه عليه، فلان الشناوي بطل وشخصيه قويه في الاول وفي الاخر، فدي حاجات بتبقى طبيعيه موجوده يعني في الغرف المغلقه داخل النادي الاهلي. يلا كوره. حسام على تويتر بيقولوا ان في مصدر قال لهم ان بيرسي تاو مستمر ولن يرحل عن الاهلي. طب ومين يا جماعه قال ان بيرسي تاو هيمشي؟ بفهم جدا او بتفهم جدا ان في ناس كتير تقعد تقول بيرسي تاو ميكي سوني ماشيين وبتاع ومش عارفين، ممكن المعطيات تقول لك ان ميكي سوني ماشي، المعطيات رغم ان متغيرات كتير جدا في كره القدم، ممكن فجاه تلاقيه قعد، ممكن فجاه تلاقي سواريش اقتنع بيه، وارد، كل حاجه وارده في الكوره. لكن بيرسي تاو راجل امكانيات عظيمه جدا، لعيب كويس قوي في بعض الفترات زيه زي اي لاعب في الدنيا ما بيبقاش موفق، لكن في نفس الوقت الاهلي اشتراه بمبلغ كبير، عمر ما الاهلي هيمشيه باقل من المبلغ ده، وخصوصا ان في قناعات كبيره جدا بمستواه، والناس رابطه ما بين بيرسي تاو وموسيماني. يعني مش عارف سر الربط ده، ممكن عشان من بلد واحده، الاثنين جنسيه واحده، لكن هو الاهلي اصلا كان في حساباته بيرسي تاو قبل ما يجيب حتى موسيماني كمدير فني. فاذا ايه؟ اذا ان في قناعه بامكانيات بيرسي تاو عند المسؤولين في النادي الاهلي. نتمنى له ان هو يرجع سريعا، اعتقد ممكن من بعد ماتش الزمالك يكون جاهز للمشاركه. وان شاء الله هيكون اضافه للاعيب مهم جدا وعنده امكانيات مميزه جدا. خلينا نخش على كوره بلس، وبيتكلموا على حسين الشحات، واحد بيفتقده النادي الاهلي برضو من العناصر المميزه والمهمه جدا، وبيتكلموا على تفاصيل وموعد سفر حسين الشحات الى قطر لاجراء الجراحه في الركبه. احنا عارفين ان حسين عنده قطع كلي في غضروف الركبه، ان شاء الله باذن الله يقدر يرجع بسرعه، هيسافر قريب علشان يعمل الجراحه خلال الاسبوع المقبل عشان يبدا مشوار التاهيل والتعافي من الاصابه، نتمنى له يا رب الشفاء سريعا. اخر خبر في ترند الاهلي، ويقول لك ده من خلال المصري الرياضي على تويتر،
مصدر بالاهلي بيقول لهم ان سواريز يطلب ضم مدافع اجنبي ومهاجم برازيلي. اجتهادات كتير جدا جدا هتسمعوها بخصوص ان سواريز طلب مش عارف فلان وطلب علان وكلام من ده. الامور دي كلها ما بتبقاش معلنه اصلا، وزي ما حضراتكم سواريز نفسه وزي ما حضراتكم شفتوا ما كانش حد عارف ان الاهلي بيفاوض وجابه في الاخر. اتفاجئ الناس زي ما اتفاجئوا ايام موسيماني وزي ما اتفاجئوا ايام فايلر قبل كده، واعتقد ايام لاسارتي كمان، بالمدرب رغم ان كان في اجتهادات واسماء كتير جدا بتطرح على الساحه، لكن مش اي خبر يعني او اي اسم تسمعوه هو الاهلي فعلا هيجيبه. وارد يكون الاسماء دي مرشحه ان هي تنضم للنادي الاهلي، لكن ما فيش اي حاجه رسميه اصلا لحد دلوقتي. وبعدين هو الراجل عنده وقت اصلا عشان يطلب ده، الراجل عنده طحن يعني ماتشات ورا بعض بشكل قوي في مختلف البطولات المحليه. فنتمنى له يا رب كل التوفيق، وموضوع الصفقات ده مش وقته خالص طبعا. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل. يلا